عدد الوافدين ضمن 2011 بداية الأحداث لا يمكن أن نعطي رقم دقيق بهذه الإحصائية، ولكن ضمن الأحداث في الشمال السوري عدد الوافدين أصبح ما يقارب 4000 نسمة. هذا العدد كان له نقلة نوعية في تطور المزرعة، حيث أغلب هؤلاء الوافدين كانوا من أصحاب رؤوس الأموال، حيث افتتحوا المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية، مؤسسات في كامل المجالات، وكان لهم الفضل الكبير في تطور هذه المزرعة. وبسبب أهمية مزرعة تشرين ولكثافة السكان، تم تأسيس مجلس خط ضمن مزرعة تشرين، تم تأسيس بلدية، تم تأسيس مأصرة للزيتون، تم إنشاء وتأسيس كازية، تم تأسيس 3 مدارس ابتدائية، مدرسة إعدادية. والسبب الأكبر الذي جعل مزرعة تشرين مزرعة مهمة بالنسبة للأهالي هي وقوعها ضمن مشروع زراعي كبير، حيث تعتبر منطقة متوسطة بالنسبة لباقي القرى المحافظة الرقة، حيث يتوفر بها جميع المساعدات إن كانت صناعية أو كانت زراعية من إصلاحات وغيرها، حيث أن أغلب الشعب ضمن القرى المحيطة في مزرعة تشرين يعتمد على الزراعة وإصلاح الجرارات، آليات الحصادات ومن هذا القبيل. اليوم صار مثل واحد عنده مصاري قام يجي وين مصاريه ويمشي حالهن، قال امبي بلد صار جرية صارت بتشرين. اليوم تشرين صارت احنا ما نصل الرقة بل شهر مرة، ها الصناعة موجودة بيها، كيس السكر، كيس الرز، التموين، ما بداعينا الواحد يشرق ويغرب. هذا الوضع، وطورتها العالم جت من برا. أهلها أولي والله ما بينا من اشتغل بيها إلا بيوميته، وما عدنا لقالها عملت انشقلتها. تجي العالم القرى المجاورة لمزرعة تشرين تقضي حاجاتها، تشتري تتغرض من كل القرى المجاورة حتى إيل صايقول، يعني مكانات بعيدة حتى من أطراف عين عيسى مثلا، من قريب من الرقة تجي لجاي العالم، وكان بيها سوق هال كبير، يعني حتى الرقة تستمد من تشرين، هنا من مزرعة تشرين تستمد، موجود كل أنواع الصناعات من مثلا اسمنت، مثلا من خضروات، مثلا من زراعه، مثلا من قطاع حديد، مثلا من تورنات، مثلا مخارط، مثلا من افكار صناعيه، مثلا تطور كل شيء موجود يعني.